أثابكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل العصر ويزيد ركعتان بعد الظهر على الراتبة، وصلاة الضحى أيضا وأقر بركعتا الوضوء، فهل يحافظ عليه المسافر في سفره؟ جزاكم الله. المسافر في سفره يصلي جميع النوافل، كل النوافل يصليها إلا ثلاثا فقط، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه ثبت السنة بتركها، وما عدا ذلك فإنه باق على مشروعيته كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وتحية المسجد، كل هذا ثابت. استثني من النوافل ثلاثة، وهي ايش؟ صلاة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على حاله. نعم.